السلام عليكم، كيفكم؟ لاباس عليكم؟ صحه لاباس؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم عرضه اللي درت في العيد. شنو وجدت فيها؟ غيكونوا بزاف ديال الوصفات عندي هنايا. نصحه ولي مشوي في الفران، السفه بالحليب، الخضره حتى هي في الفران صوتي كتجي غزاله بزاف. الشلايض اللي هما خفافين ديال هاد الصيف اللي غادي ينفعوكم في الطبيلات العاديين وتا ديال الضيافه علاش لا. وعندي البقوله وزعلوك ديال الكرعاته، هو كيجي بنين بزاف، مهم بزاف بزاف ديال الوصفات. خليكم مع الفيديو باش تشوفوا كاع المقادير وطريقه التحضير ديالها. وصفة البنات، دابا اول حاجه غنبدا بها اللي كتشد الوقت في الفران، سهله، احسن حاجه البنات، احسن طريقه بالنسبه ليا كنشارك معكم، وصراحه كيجي بنين بزاف. احنا هذه هي الطريقه باش كنصايبوا الشوا في الفران، ضروري في العيد هاد ضروري كنوجدوها، كتجي بنينه بزاف بزاف. الشوا في الفران بلا عطريه بلا ثومه بلا حتى شي حاجه، غير بالمليحه صافي. كناخذوا اللحم الطريف اللي نتوما باغيين، سواء الفخذ اولا في الكتف اولا اي طريف نتوما باغيين طيبوه في الفران. يعني الشوا بهذه الطريقه كيجي ساهل. السر ديال هاد الشوا باش كيجيكم اللون ديالو ذهبي كما كتشوفوا شفتوا معايا في الصوره، هو الطياب البنات، ما كاين حتى شي حاجه اخرى من غير عطيوه الوقت في الفران يطيب مزيان. يعني خاصكم ضروري تغلفوه مزيان بالكاغيط ديال الفران، وبعد تليوي عليه الالومنيوم مزيان باش كيرجع عليه البخار، وتعطيوه الوقت في الفران. يعني انا خدا ليا هنايا تقريبا 6 ديال السوايع، هو صراحه 5 ديال السوايع كان واجد، ولكن انا زدت خليته طاب، يعني جا زبده كما كنقولوا. هو قد ما طاب قد ما كيجي بنين وكيعطي ديك اللون. انا فاش حيدت له بابي الالومنيوم صراحه جبرته محمر، تقدر تقدمو غير هكداك. انا داك الساعه ملي عريتو زدت حمرته واحد شويه ماشي بزاف. مهم البنات كما قلت لكم السر ديال هاد الشوا هو انه خصو يطيب مزيان، ياخذ وقته في الفران. بالنسبه انا عطيتكم الساعه اللي خدا ليا انا، يعني على حسب الغنميت وما واش عندكم كبير اولا صغير. يعني ما نقدرش انا نعطيكم الساعه بالضبط، لان على حسب كما قلت لكم الحجم ديال الغلمي ديال اللحم اللي غيكون عندكم. مهم اهم حاجه هو انكم تغلفوه مزيان بالبابيل ديال الفران، بعد تغلفوه مزيان كما كيوضح الفيديو وصافي. مهم انا كما كتشوفوا خديتو فلحتو هكا واحد شويه بالموس هكا باش كتدخلوا الملحه وكيجي يعني مملح، وكنرش عليه الملحه وكنلويه مزيان. بالنسبه بزاف حطيته في التيك توك، بزاف ديال البنات كيسولوني باش دهنتيه، ما كندهنو حتى بشي حاجه. كما كتعرفوا الغلمي كيكون مشحم، يعني تقدروا تدهنوه بالزبده الا كان عندكم اللحم ماشي مشحم. فاش غادي تحيدوا له الورقه دهنوا واحد شويه بالزبيده وتخليوه يتحمر، ولكن بالنسبه لي انا ما دهنتو حتى بشي حاجه، ريت عليه وخليته يتحمر واحد شويه. وبالنسبه لبنات الفران على درجه الحراره 250، العافيه شعله من الفوق ومن تحت، ضروري تجهدوا الفران على اعلى درجه، ما تخافوا من والو حيت هو مغلف بالبابي الالومنيوم، ما يتحرق لكم ما حتى شي حاجه. وصف البنات كما قلت لكم بعد ما لويت كل شيء هيدا مزيان مزيان، غادي ندخلو الفران على درجه الحراره 250 من الفوق ومن تحت، غنخليه 5 ديال السوايع تاخد حقه مزيان في الطياب. دابا ندوزو باش نشارك معكم السفه بالحليب. انا بالنسبه للسفه عملتها بالسكسو العادي المتوسط المويان اللي كنصايبو به السكسو العادي، تقدروا تستعملوا الرقيق نتوما شنو كتبغيو. هذا ماشي سميده، هذا سكسو. مهم انا استعملت المتوسط، وانتوما تقدروا تعملوا حتى الرقيق، راه كيجي زوين بزاف في السفه. وصافي البنات دهنت السكسو بسبستو مزيان بالزيت بحال الشكل كنصايبو حرشه. مهم بسبستو مزيان مزيان، ودابا غادي نعطيه خير الله ديال الماء، يعني تقريبا ما كملاش يطرو، ولكن المهم حتى كيفسق لينا السكسو مزيان مزيان. تقدروا تعوموه بالماء، يعني ما تخافوا من والو، غير غطيوه وخليوه يشرب ويتحجر، وداك الساعه نجا معكم باش نفكو. صافي البنات غنغطي عليه غنخليه حتى يتحجر مزيان، كنمشي نقضي شحال من حاجه وكنرجع كنجبر السكسو تحجر، كنبقى نفسخو فحال هكذا حتى كيرجع حبه حبه، ضروري ما تبقى حتى حبه معخته، يعني خصنا نفتلوه مزيان مزيان. صافي فهاد المرحله كنكون عملت واحد البرمه تغلى، ضروري كنوجدوا الماء غليان. دابا غنعمل السكسو ديالي غنخليه ساعه كامله البنات. بالنسبه للبرمه انا دائما كنعمل فيها شويه الملحه، ضروري كنعمل شي حاجه في ديك الماء، عملوا اللي بغيتوا البنات باش ما يكيفرش على الماء. انا عملت شويه الملحه وعملت واحد الطريف ديال الليمون. صافي البنات عملت السكسو ديالي يفور، دابا غنشارك معكم البقوله اللي خديتها انا ديال الفريكو، عملتها هنايا في واحد الطنجره نشفتها مزيان من الماء حتى ما كتبقى فيها حتى نقطه ديال الماء،
وفي مقله عملت خير الله ديال زيت الزيتون، الثومه، قزبر المعقنوس والكيمون، وعملت البنات التحميره العاديه وشويه ديال التحميره اللي حاره سودانيه. صافي البنات الحر كيبقى على حسب الذوق، وشويه ديال الملحه. كتجي هاد البقوله غزاله بزاف بزاف، يعني ماشي ضروري تاخذوا صبانيخ بقوله، مهم نتوما شنو كتبغيو. انا خديت هادو غير ديال الفريغو، وصراحه جاوا بنان بزاف بزاف. صافي البنات كنبدا نقلي شويه بديك العطريه، ماشي كنحرقوها، غير واحد شويه كما كتشوفوا. غنزيد هنايا طريفات ديال الليمون مقطعين، هيدا رقاقين، كتجي محمضه غزاله بزاف، كترفقوها خصوصا مع الاطباق ديال اللحم. انا هاد الوصفه هادي كنوجدها في العيد الكبير مع اي مع اللحم، يعني كما كتعرفوا اللحم مابقاش طايحين غير على اللحم. المهم انا كتعجبني نقدمها ضروري، الخضيره خاصها تكون مع اللحم في الطبله ضروري ضروري. وصافي البنات قليت ديك البقوله مزيان مزيان، مهم مذاق رائع صراحه. بلا ما نبقى نشكريكم في هاد البقول، نتمنى تجربوهم وتعرفوني على من كنهضر، كيجيو رائعين. صافي البنات بعد ما نشوفو مزيان حيدتهم، دابا في نفس المقيله عملت خير الله ديال زيت الزيتون، غنعمل شويه ديال الثومه حتى هي محكوكه، غنصيب واحد زعلوكه ولا واحد تكتوكه ما عرفتش صراحه كيف غنسميها، مهم ديال القرعه الخضراء. خديت هنا واحد جوج قرعات كبارين، حكيتهم في الحكاكه الجهه الغليظه. وصافي البنات غادي نقلي مزيان ديك القرعه حتى تنزل ليا. كما كتعرفوا القرعه فاش كطيب راه كتنقص كترجع يعني كتقل. وصافي بديت كنقلي فيها حتى كيذهب اللون ديالها، كتطلق واحد المذاق بحال اللي كتعسل، كتطلق مذاق رائع بزاف. صافي البنات كما كتشوفوا بديت كنقلي فيها وكندي ونجف فيها. في الاخر زدت ليها واحد شويه ديال المطيشات، تقريبا انا عندي هنا واحد ثلاثه ديال المطيشات اللي طحنتهم في الحكاكه، وغنزيد عليهم شويه ديال الكيمون، شويه ديال الابزار، شويه ديال التحميره، وشويه ديال السودانيه الحاره اللي كيبغيها، اللي ما كيبغيهاش تقدروا تعملوا انا هذه ما حراش بزاف. وصافي البنات وغنقلي كلشي مزيان، والملحه طبيعه الحال على حسب الذوق. صافي غنخليها حتى تتعسل ديك مطيشه وغادي نطفي عليها. دابا ندوزو باش نشارك معكم الخضره اللي غنعمل في الفران. خديت هنا هاد البطاطا الصغيره، سلقتها في الماء والملحه، ودابا كنقطعها على جوج، خليتها هيدا بالقشور ديالها. دابا البنات غنقطعها على جوج. انا طيبتها بكري فاش صراحه فاش عملت اللحم في الفران يطيب، طيبت هاد البطاطا عملتها تقطر، ودابا فاش غنقرب غادي نقدم الطبيله ديالي، يعني كلشي تقريبا طاب، اللحم طاب، كلشي تقريبا وجد. دابا كنقطع هاد البطاطا على جوج، غنعمل ليها التتبيله ديالها وغنخشيها في الفران، كتجي بنينه بزاف بزاف صراحه. وصافي البنات كما كتشوفوا بالنسبه للاعشاب اختاروا اي اعشاب مناسبه كتعجبكم. انا هنايا البنات عملت خير الله ديال ازير، حيت كنحمق على البطاطا بازير كتجي بنينه بزاف، شويه ديال التحميره، شويه ديال السودانيه الحاره، الكيمون خير الله ديال الكمون، شويه ديال الابزار. صافي البنات شويه شويه من الحاجه، غير الكمون هو اللي كنعملو، الا كان عندكم البنات كيمون حبوب حتى هو كيجي غزال بزاف بزاف، والملحه. وغادي نعمل زيت الزيتون، هاد الوصفه كتبغي زيت الزيتون. صافي غادي نخلط مزيان مزيان البنات هاد البطاطا ديك الاعشاب والعطريه والزيت الزيتون، وصافي وغادي ندخلها للفران باش تحمر. دابا البنات قبل ما نعملها في الفران تحمر، صافي غنعمل معاها شويه ديال المطيشه، غنخليها تشوى معاها. صافي البنات كما كتشوفوا السكسو ديالي بعد ما خليته يفور ساعه كامله، غادي نعملو الملحه ما حد باقي سخون باش ديك الملحه كدوب. انا دائما السكسو كنعملو حتى الفوره الثانيه عاد كنعملو الملحه، سواء كان سفه او السكسو العادي، هذه هي الطريقه ديالي. وصافي البنات غادي ندوب ديك الملحه مزيان مزيان، بحال غنبرد شويه السكسو، وغادي نعمل هنايا يترو ديال الحليب. كما كتشوفوا الحليب ما غليتو ما حتى شي حاجه، انا عملت هنايا يعني الحليب عادي. صافي البنات غادي نبقى نحرك هيدا بالمعلقه حيت سخون وداكشي، وصافي وغنغطيه حتى كيشرب ديك الحليب كامل. كما شفتوا كيلو ديال الكسكسو عملت له يطرو كامل ديال الحليب. صافي خليته حتى كيتحجر مزيان كيشرب ديك الحليب. ودابا البنات غادي نبدا نفسخ فيه مزيان مزيان، يعني غادي نفتلو حتى ما تبقى لنا حتى كويره، ضروري خصو يجي سكسو اولا السفاخ تجي كتذوب في الفوم، يعني تكون مفكوكه وتكون في نفس الوقت رطبه. كما شفتوا راه خير الله ديال الحليب اللي شربت كما قلت لكم يطرو كامل اللي ضفت ليها، ما تخافوا لا تعجل لكم لا حتى شي حاجه. وصافي البنات غادي نبدا نفسخ فيها بحال هكا كتكون بردت تماما. صافي دابا غادي نعمل واحد معلقه كبيره ديال الزبده،
اولا عملوا هكا جوج معالق يكونوا ما عامرينش بزاف. المهم انا عملت تقريبا ديك المعالق عندي ماشي كبار، تقريبا فيهم واحد المعلقه تكون عامره مزيان بالزبده، ومن احسن البنات تكون الزبده نوعيه جيده باش كتجيكم مذاق ديال الصفه مزيون. صافي البنات دابا غادي نرجعها تفور المره الثانيه. خديت هنا واحد شويه ديال الزبيب كنعملو هكا في القاع ديال الكسكس، وكنعمل عليه السفه ديالي يعني سكسو. صافي دابا في الفوره الثانيه غنخليه غير ساعه كافيه يعني، حيت هو تقريبا طايب كما قلت لكم خليته ساعه كامله في الفوره الاولى. ودابا البنات غنرجع سكسو يفور، وغنرجع نصايب واحد جوج شلاضات اللي خفافين ظرافين ساهلين بزاف. كما كتشوفوا خديت هنايا خيط الله ديال زيت الزيتون، غنعمل هنايا الخل، صافي غنزيد شويه الملحه وشويه ديال الابزار. صافي غنخلط مزيان مزيان. عندي هنا البربال اللي سلقته في الماء قطعته هكا مربعات كما كتشوفوا، ماشي صغار بزاف متوسطين. خديت واحد الكميه ديال ديك الزيت والخل اللي وجدت معكم. صافي خديت هنا الشلاضه، انا عندي هنايا الخس بزاف ديال الوريقات يعني عندي، خديت هذه المخلطه. تقدروا تعملوا اي نوع ديال الورقات خضر نتوما كتبغيوهم. صافي خديت ديك البربه كامله عملتها هكا من الفوق. وصافي البنات غادي نزيد من الفوق هاد كيسو هذا ديال الشلاضه، غنحيد له الماء ديالو وغادي نقطعو هكا مربعات بالموس. وصافي البنات كما قلت لكم الشلاضه خفيفه وصراحه سهله وفي نفس الوقت بنينه، يعني كضروري كتاكلوا الشلاضه هكا مع اللحم، خصكم اللحم ضروري مع الشلاضه والخضره، ميمكنش ناكلو اللحم بوحديته صراحه كيكون مجهد بزاف. وصافي خديت هنا شويه ديال القرقاح زدته هكا من الفوق. صافي البنات هاد الشلاضه ديالي الاولى وجدت، دابا غناخد الثانيه. خديت حتى هي عاوتاني الوريقات ديال الشلاضه كما قلت لكم، انا عندي هنايا انواع ديال الخس مخلطين، نتوما عملوا اللي بغيتو. صافي البنات زدت مطيشه من الفوق، الخيار، شويه ديال الطريفات ديال الليمون هكا في الجناب. وصافي وغادي نزيد ديك الزيت والخل اللي شاركت معكم. صافي غادي نخويها هكا من الفوق، وغنزيد ديك الطريفه ديال الجبن تا هو هكا من الفوق، وكتكون الشلاطه ديالنا راها وجدت. وبالنسبه للحم البنات بعد ما خرجته من الفران شوف كيفاش كنجبرو محمر، يعني كنعري عليه كيكون محمر صراحه، ولكن تقدروا تقدموه غير هكا. انا ما دهنتو ما حتى شي حاجه كما قلت لكم، ولكن انا غادي نزيد ندخلو شويه للفران، منها غادي نسخنو وفي نفس الوقت غادي يزيد يتحمر ليا واحد شويه ماشي بزاف، حيت هو تبارك الله طايب ومحمر وخدا واحد اللون اللي هو زوين بزاف بزاف. وصافي البنات غادي نرجع للحم الفران باش يتحمر، ونشوفوا دابا السفه فين وصلت. كما كتشوفوا الزبيب طايب، خليتها نص ساعه البنات، المره الاولى خليتها ساعه والمره الثانيه خليتها غير نص ساعه، ولكن الزبيب فار والسفه تبارك الله طايبه. دابا فهاد المرحله غنعملها جوج معالق كبارين ديال الزبده. كما كتشوفوا الزبده مع الحراره اللي كاينه في الكوزينه تبارك الله الزبده دابت. صافي عملت هنا واحد جوج معالق ديال الزبده. من احسن البنات اختاروا الزبده تكون نوعيه جيده دائما في السفه، يعني بزاف ديال الوصفات كنحاولوا نعملوا البديل يعني كنبدلوا كنعملوا الزبده العاديه، ولكن من احسن بعدا بالسفه بالخصوص كتبغي الزبده اللي تكون مزيانه ونوعيه جيده. صافي البنات، وكما قلت لكم في الفرن الاولى عملت سيترو كامل ديال الحليب، دابا غنعمل غير السيترو بركه. غنعمل غير تقريبا واحد جوج كيسان هكا صغار اولا، مهم السيترو تقريبا اللي درت بحال اللي غنبردوها وصافي، يعني ما حيت هي تبارك الله شربات الحليب في الفرن الاولى. صافي غادي نخلطها مزيان بحال هكذا، غادي نبردها. ودابا غادي نعمل السكر. بالنسبه للسكر تعسال ديال الصفه على حسب الذوق ديالكم، عملوا السكر وذوقوا، ومهم كيبقى الحلاوه كتبقى على حسب الذوق. انا ما كتعجبنيش ديك السفه اللي كتجي كتكهم بالحلاوه، يعني ما تقدرش تاكلها حتى اصلا هي فيها الزبيب حلو اصلا كنديروا لا السكر متزين كلاصي. المهم انا بقيت كندوق ما بغيتش نعملها حلوه بزاف، زدت ليها واحد شويه ولكن ما جاتليش حلوه زعما بزاف بزاف. صافي البنات من احسن دائما فاش غتخلطوا السكر عملوا السكر سنيده احسن من السكر كلاصي. السكر كلاصي كي بحال كيطلق الماء ما كتجيش مزيونه السفه. صافي البنات دابا غادي نرجعها الفرن مره الثالثه، غنخليها غير واحد شويه 21 دقيقه حتى نص ساعه صافي باش يذوب ديك السكر. وصافي كما كتشوفوا خليتها البنات على بيد من وجدت الطبله ديالي وشفت شنو خصني نزل. كنت غنشارك معكم صراحه كيفاش حطيت الطبله وبزاف الحاجات، ولكن غيجيكم فيديو طويل عليها. قلت صافي عملت بزاف ديال التحليات، مهم غيجي طويل طويل بزاف بزاف، اكتفيت غير بهذا الشيء.
وصافي بعد ما حيت كما شفتوا الصفار الفوره الثالثه خليتها واحد نص ساعه. دابا جبت واحد الطبسيل اوفال هو اللي غادي نقدم فيه السفه ديالي. المهم انا فاش حطيت الطبله اختاريت البلاطوس اللي غيجيوني متناسقين مع بعضيتهم. المهم نتوما كتحطوا الطبله كتشوفوا البلاطوس اللي كيفاش غيجيكم في الطبله. انا اختاريت هادو هما اللي غيجيو لي مع الطبسيل اللي غنقدم فيه نص حولي. المهم هانتوما تشوفوا معايا الطبله في الاخر ونتمنى تعطيو لي رايكم كيفاش جات الطبيله ديالي. صافي البنات خديت هنا كناخذ هنا واحد الطبسيل وكنبقى نهز به السفه كما شفتوا. زيت بديت كنعمر ديك الطبسيل عوضت ليها الشكل ديالها بحال هكذا وصافي. دابا بديت كنزين هكا بالسكر كلاصي من الفوق والقرفه. المهم انا عملت التزيين العادي كما كتشوفوا يعني قد ما قد ما كتجي الحاجه صراحه زوينه. وانا بالنسبه ليا السفه فاش كتقدم هكا بلديه كتزيد تزيان وكتجي زوينه وما نعرف. صافي البنات كما شفتوا. وبالنسبه للوز عندي هنا اللوز مقلي هرمسته واحد شويه صافي درته غير في واحد البلاستيكه وضربته هكا بالدلاك وهرمشته وصافي البنات ودورته هكا في الجناب ديال الطبسيل. المهم انا هذا هو التزيين اللي درت عملت شويه في الوسط. نتمنى يعجبكم التقديم ديال الصفه كما قلت لكم انا كيعجبني نقدم هكا صفه عاديه كتجي زوينه كتزيد تزيان. صافي نقيت ضروري الجناب ديال الطبسيل خصو يتنقاو وصافي. وغير في الاخر غادي نعمل واحد العريش ديال النعناع ضروري وصافي. دابا نشوفوا الخضره اللي خرجنا من الفران. عملت معها ديك مطيشه صغيره باش زادت تحمرت حتى هي غير شويه مطيشه راه بزربه كتنزل. صافي حتى هي اختاريت نقدمها في هذا التبصيل نفس التبصيل اللي درت فيه السفه بحالو عملت فيه هذه الخضيره وصافي. وديك الزويته اللي فيها الاعشاب كنبقى نعملها هكا من الفوق الخضره ديالي وصافي. البنات بحال هكا انا بديت في يعني عوضت الصفه والخضره عاد دوزت للحم باش يبقى لي مع التصويرات وما عارفين باش يبقى لي الشواء سخون. الشواء ضروري تقدم سخون ماشي بحال الصفه واخا تكون دافيه. حتى بالنسبه للخضره واخا تكون دافيه ماشي مشكل. صافي البنات اختاريت هذا البلاطو هكا حتى هو. خديت هنايا المعكنوس اللي غسلته وشفته مزيان من الماء كيحمقني نقدم الشواء مع المعكنوس حسن من الخس كي مهم المعكنوس اي حاجه مشويه كيجي معاها المعكنوس. صافي غادي نعمل هكا في البلاطو كامل غادي ندورو هكا. انا بالنسبه للشوا كيعجبني نقدمه بلدي ما فيه لا خضره لا حتى شي حاجه. حتى بالنسبه للخضيره اللي وجدت ما بغيتش نعملها زعما هيدا في التبصيل في الجناب وداك الشيء. المهم عملت غير هكذا وصافي. هانتوما غتشوفوا الشكل النهائي ديال اللحم بعد ما تحمرت. شوفوا البنات كتجي معسله كيجي ما كتجيش اللحم ناشفه نهائيا بالعكس جات زبده زبده كما كنقولوا. طيبه بزاف. غير غطيو اللحم مزيان وعطيوها الخاطر في الفران راه كتجي تبارك الله دايبه ومحمره بلا ما تدهنوها بلا حتى شي حاجه. شوفوا البنات غير اللون غادي يعطيكم الخضر. صافي دابا غادي نعملها في الطبق ديال التقديم. غنغطي البنات هكا ديك العطيمات هكا بالبابي الالومنيو باش يعطي المنظر زوين بحال هكذا وصافي. وغادي نشوف التبيصلات ولا زليفات صغيورين ولا طويجنات اللي عندكم البنات. عملوا الكمون والملحه وكنقدموا خل اللحم لان كيكونوا ملحناه ولكن ضروري كنزلوا الملحه والكمون باش اللي كيبغي يزيد حداه كيزيد قدامه. مهم بلا ما نشكر لكم الوصفه سهله في نفس الوقت بنينه بزاف ما تصدعوش راسكم لا في العطريه لا حتى شي حاجه وصافي. هذا هو الشكل النهائي البنات. شوفوا كيفاش كيجي الطبق ديالي بالنسبه للبقوله والزيتون وديك زعلوك ديال القرعه حطيته هكا في الجناب ديال الطبسيل. هذه هي السفه ديالي كتجي على هذا الشكل والخضيره حتى هي رجعت بنينه. نتمنى تجربوها ماشي ضروري البنات تجربوا هذه الوصفات كاملين واخا تجربوا غير وصفه وحده نتمنى تعجبكم وصافي. هذا هو التقديم اللي عملت كما قلت لكم دورت هكا الطبيصلات كاملين في الجناب ديال الطبسيل. نتمنى الطبيله ديال نهار اليوم تعجبكم والعراضه ديالي تكون مزيانه وتعجبكم وتعجبكم الوصفات وتجربوهم. وشكرا لكم على المتابعه والتتبع وكنشكر الناس اللي بقاو معايا حتى للاخر ديال الفيديو. شكرا لكم بزاف بزاف. والى عجبكم الفيديو ما تنساونيش باللايكات ديالكم والكومونتير البنات اللي كيفرحني بزاف. وما تنساوش بارطاج الفيديو. كما شفتوا نزلت هنايا الكيسان ديال المناضة والكيسان ديال الاتاي. كاين الشوا ضروري خصو يكون اتاي ما يمكنش يدوز الشوا بلا اتاي وصافي. تنهنا البنات كيكون الفيديو ديالي سهلة. وحضرت البنات واحد الخبز ديال البطبوط هو اللي قدمت انا مع هاد هو اللي قدمت البنات مع هاد الشوا وهاد الخضيره. ما درتش الخبز العادي درت غير البطبوط. كيجي ساهل كيجي خفيف
مع الشواء ومع الزعلوك ومع مو داكشي كيجي مع البطوط مزيون واتاي. وصافي البنات هنا كيكون فيديو ديالي سالانت، من يعجبكم نطلق ان شاء الله فيديو واحد اخر مع وصفه جديده. خليت لكم راحه الله، نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم.